نبدأ النهاردة. ال100 جنيه، ال100 جنيه ديت أغلى ورقة في مصر، أغلى عملة ورقية مصرية لحد الآن، تمام؟ أغلى عملة مصرية ورقية بشكل عام، تمام؟ العملة ديت يا ريت تكون معاك. لو كوبي منها مقلد بتتباع بفلوس مقلدة، أهي الهواة بيطلبوها لأن مفيش عندهم منها وبياخدوها بفلوس. العملة ديت صدرت بتاريخ 5/9/1913، وقع عليها فريدريك رولات فقط بعدد 5 برفكسات فقط، منهم 3 برفكسات بحرف زد و2 برفكس بحرف تي، وذلك أعوام 1913 1914 1919. لو الورقة سبيسمنت فسعرها يتراوح من كام؟ سعرها ممكن يعمل 30-40 ألف جنيه يا جماعة لو باع عيوب. طيب لو مفيش فيها عيوب إلا قليلة، عيوب قليلة ممكن توصل 70 ألف جنيه. طيب لو كل العيوب ما قلت خالص خالص ممكن توصل 150 جنيه لو بحالة الأنص. أما بقى لو سعرها بقى، يعني هقول لك لو هي بقى طالعة من البنك بحالة البنك، العملة ديت ممكن توصل فوق 200 ألف جنيه و300 ألف، وتوصل كمان 400 ألف. بس طبعا ده كلام مبالغ فيه، ما هي مش موجودة يا جماعة، فأسعارها عالية جدا. الكوبي بيتباع منها بقول لك ممكن يتباع ب 300 جنيه و400 جنيه وهو ممكن ياخدها عشان يكمل المجموعة عنده، لأن ما هيش عنده موجودة حتى يحطها كده مع العملات، بياخدها ممكن ب 500 جنيه، كوبي مقلدة. أمال لو أصل بقى، أصل بقول لك لو فيها عيوب بتتباع ب 30 40 ألف جنيه، لو فيها عيوب، لو ما فيش فيها عيوب خالص بتوصل 200 ألف 300 ألف وأكتر من كده كمان، مش عايز أقول بقى الرقم، 400 ألف وأكتر كمان. أغلى ورقة يا جماعة، تمام؟ دي العملات اللي تخليك تغتني بسرعة، هي دي العملات. يا ريت يكون مع واحد منكم حاجة مني. ولا بد حالة الأنصر تكون جيدة جدا، لأنها بتزود السعر زيادة عن 30 أو 25% وتقل 70%. فنعرف الوقت نعرض فين ونبيع فين والكلام من ده كله في حالة من الفيديو ده. انت ممكن تعرض على المواقع والكلام ده وتبيع اي شيء عندك، عملات قديمة، كل شيء، مش عملات بس. ممكن تعرض على المواقع زي السوق المفتوح، زي اسواق اوليكس، زي امازون، زي كام بكام، زي علي بابا. ممكن تنزل اسواق بنفسك، القاهرة سوق ديانة كل يوم سبت، الاسكندرية كافيه صيام كل يوم اربع، في وسط البلد، في مصر الجديدة، في طلخة، في المنصورة، في الشيخ حسنين. لو انت مش في الاماكن دي اكتب في جوجل شركة شحن فاست للشحن واجي بحري، ولو واجي قبلي اكتب شركة رابيدو للشحن. وفي جروب فيكتوريا جميل جدا للعملات النادرة جدا والتذكارية النوادر والطوابع، وبيع في سبح وكل شيء وساعات قديمة وكل حاجة، وناس بتقيم وناس بتشتري. وفي جروبات تانية بتعرض وتقيم فيها وتشتري بيع مباشر وبقام فيها مزادات بالجيميل بتاع. وفي كل شيء موجود على المواقع ديت، اعرض كل شيء مش بس عملات، اي حاجة عندك قديمة جديدة اعرضها. كده كده اعلان ببلاش، وكده كده بيشوفها كتير جدا، ويصادف ناس وهتتصل بيك وهي اللي تيجي تاخد منك الحاجة من قلب البيت. عايز اكتر من كده؟ اعرض، ما تستناش حد يعرض لك، ما تقولش مفيش حد بيشتري محدش بيعمل، انا معايا كتير. اعرض حاجة حاجة، ما تعرضليش بقى تقول انا معايا بقى 20 مندي او معايا 50 مندي، ما ينفعش الكلام من ده. محدش بياخد كده، اللي بياخد قطعة او اتنين بالكتير، ما بياخدش كده يا جماعة. فاحنا ننتهز الفرصة دي ونعرض حاجتنا كلها القديمة الجديدة، ساعات، تحف، انتيكات، اي شيء عندك قديم جديد كده كده هيتباع بسهولة جدا، وكده كده انت المستفيد الوحيد في الموضوع ده.